إذا طلبت منك فلسفة خاصة للحب أو تفسير للحب، ما هو الحب بالنسبة لك؟ كيف بتعرف عنه؟ من بعد خبرة سنوات، الحب إيه؟ الحب ده حاجة الواحد بتيجي من نفسها، الواحد ما عندوش حكم عليها، يعني الواحد بيلاقي نفسه بيحب. دي حاجة قضاء وقدر يعني؟ قضاء وقدر. مش ممكن نقرر أو نصمم أنا عاوز أحب وأحب، ولا لا ما تحصلش بالشكل ده؟ لا ما بتحصلش بالشكل ده طبعا. أنا عاوز أحب ولكن يمكن ما أقدرش أحب، يعني أحب إنسانة مش بتحبني فما فيش فايدة طبعا. بس أنا سعيد لأن ده ما حصلش في حياتي.